مشاهدينا السلام عليكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم أخبار الخامسة عصرا، والبداية بأبرز العناوين. غدا بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام في السلطنة. القطاع المصرفي في السلطنة يحقق معدلات نمو مرتفعة ويواصل دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية. تواصل جهود إعادة خدمات الكهرباء والمياه وإصلاح الطرق في الولايات المتأثرة بالحالة المدارية في محافظة ظفار. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تبدأ صباح غد امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدور الأول لدبلوم التعليم العام للعام الدراسي 2017-2018 في 339 مركزا موزعة على المحافظات التعليمية في السلطنة، ويبلغ عدد الطلبة المتقدمين للامتحانات هذا العام أكثر من 49,500 طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد مراكز التصحيح 4 مراكز تعمل بفترتين صباحية ومسائية موزعة على المديريات التعليمية بمحافظات مسقط وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والداخلية. مواصل القطاع المصرفي في السلطنة تحقيق نمو بنسب معقولة علاوة على دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية بما فيه تلبية الاحتياجات الائتمانية لجميع القطاعات الاقتصادية، مع مزيد من التركيز على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهد الاقتصاد العماني خلال عام 2017 تحسنا شمل مختلف القطاعات عقب عامين متتاليين من التراجع، حيث تمكن من تسجيل نمو بنسبة 8.7% بالأسعار الجارية. وذكر تحليل اقتصادي للبنك المركزي العماني أن هذا النمو جاء انعكاسا لنمو الأنشطة النفطية بنسبة 20.8% وغير النفطية بنسبة 3.9%، ويعزى التحسن الشامل في النشاط الاقتصادي بشكل رئيسي إلى تعافي أسعار النفط والأثر الإيجابي لعملية التنويع الاقتصادي. في إطار استمرار وتواصل الجهود والخدمات التي تقدمها قوات السلطان المسلحة لخدمة المواطنين والمقيمين خلال الإعصار المداري ميكونو، قام الجيش السلطاني العماني والحرس السلطاني العماني وقوة السلطان الخاصة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأعمال الخيرية بنقل المؤن والمواد الغذائية والإغاثية إلى القرى والمناطق الغربية المتضررة في ولايتي ضلكوت ورخيوت. هذا وتواصل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية إصلاح الأضرار التي خلفتها الحالة المدارية في محافظة ظفار والعمل على إعادة الحياة إلى سابق عهدها. التقارير التالية تستعرض عودة الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه إلى ولايتي ضلكوت ورخيوت. لا ينكر أحدا ما تركه ميكونو من مخلفات وراء ظهره، الاسم الذي تكرر مع كل ضرر حل بالمنطقة، ومع تلاشيه نرى خارطة العودة لجبر كل الكسور. أقصى الغرب في المحافظة ضلكوت، تصل هذه المروحية محملة بمؤن ومواد كفيلة بأن يعود ما ذهب. يتكرر هذا المشهد كثيرا في ضلكوت المدينة بين هذه الساعات. من كل الاتجاهات يصل ما يصل إلى ميناء ضلكوت الذي كان هادئا، ها هو الآن أكثر نشاطا بحرا جوا وبرا بعد إصلاح الطريق المؤدي إلى الولاية مؤقتا. تنتظر ضلكوت المولد الذي سيسند إلى محطة التحلية لعودة شريان الحياة الماء، ومع عمل البدء لثلاث مولدات كهربائية بسعة 250 ميجا واط. الآن ما زالت هناك بعض الإشكاليات في عملية المياه، هناك بعض التناكر مع الجهات الحكومية والمواطنين، لكن عملية إيصال المياه لبعض الأماكن ما زالت يعني فيها شيء من الصعوبة، ولكن نحمد الله يعني هناك جهود كبيرة من الحكومة. تأتي الخدمات الأساسية في مقدمة كل شيء،
وهي تعود تدريجيا بجهود حكومية وعزم أهلي لتعود ضلكوت كما كانت الأرض الجنة. محمد بيت سعيد، ضلكوت، محافظة ظفار. بعد زوال هذه الحالة المناخية تسعى الجهات الحكومية والعسكرية والخاصة بوتيرة متسارعة لإعادة الخدمات الضرورية إلى الولاية، وقد عملت على فتح ممر لعبور المركبات من وإلى المنطقة الغربية، وذلك بوادي عفول والمغسيل، كما تضافرت الجهود برا وبحرا وجوا لإرسال المؤن إلى المواطنين. ولا تزال شبكة الكهرباء معطلة بنسبة عالية في الولاية، وذلك بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمساكن. بالفعل كانت رياح شديدة وأمطار قذيرة، مما خلف ذلك الأعصار العديد من الأضرار في الممتلكات العامة والبنية التحتية، حيث هناك أضرار بالغة في المساكن وحظائر الحيوانات وأيضا الأشجار الكبيرة المعمرة والمظلة والمثمرة. خلف إعصار موكون الذي ضرب محافظتي ظفار والوسطى أضرارا كبيرة، حيث شهدت ولاية رخيوت رياحا عاتية مصحوبة بأمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، مما تسببت باقتلاع أسقف المنازل والحظائر الحيوانية، كما انقطعت شبكة الاتصالات. وقد جرت على إثر هذه الأمطار الأودية والشعاب، ما أدى إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يربط ولاية صلالة بولايتي رخيوت وضلكوت. سالم بن بخيت العامري، ولاية رخيوت، محافظة ظفار. تشكل السبلة العامة أهمية اجتماعية لدى الأهالي في محافظات السلطنة، حيث يرتبط أبناء القرية بالسبلة في مختلف المناسبات الاجتماعية والجلسات التعليمية والدينية والثقافية وغيرها. واستمرارا لهذا الدور، تم افتتاح السبلة العامة ببلدة الزاهب بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك تحت رعاية معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني. وتتسع السبلة العامة لأكثر من 1100 شخص تتوسط بلدة الزاهب. النشرة مستمرة من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وفيها بعد الفاصل. مستهدفة الأسر المعسرة، مبادرة فك كربة تحط رحالها بولاية صحار. حملت الأمسية الرمضانية التي أقيمت بولاية بركة الأبعاد والقيم الإسلامية السمحة التي يكرسها القرآن الكريم كمنهاج حياة للبشرية. الأمسية أكدت على دور السلطنة كرائدة في حمل رسالة التسامح للعالم أجمع من منطلق الوسطية الدينية. رعى فعاليات الأمسية سعادة السيد سليمان بن حمود البوسعيدي نائب الأمين العام لمجلس الوزراء. أمسية من أماسي هذا الشهر الفضيل تجلت فيها عمق روحانية هذا الشهر وبركته، حيث ترجمت اللجنة الثقافية بولاية بركة سماحة الإسلام وسعته حين عبر المشايخ المشاركون في هذه الأمسية من مختلف المدارس الإسلامية على أهمية أن يكون القرآن الكريم المنهل الصافي العذب كمنهاج حياة للأمة جمعاء. الأمسية والتي حملت عنوان معراج الروح وقفت على أبرز قضايا الأمة وفئة الشباب على وجه الخصوص، مؤكدة على أهمية غرس قيم المواطنة النابعة من منهج القرآن الكريم. هذه الأمسية طبعا لها روحانية لذكر كتاب الله سبحانه وتعالى، ونحن في هذا الشهر الفضيل
ولننعم الروحانية في قلوب المؤمنين والتجمع هذه الفئة ما شاء الله من أبناء أهل البركة من جميع الفئات. يعني الأماسي واللقاءات التي تجتمع فيها الأنفس والأفئدة وهي تستشعر النعم التي خص الله بها عمان تستوجب شكر الله على آلائه لتظل السلطنة واحة تنثر للعالم السلام من منطلق الإسلام القائم على منهج الاعتدال والتسامح. عبد الله بن عامر الويهي، ولاية بركة، محافظة جنوب الباطنة. أكثر من 1200 حالة معسرة استفادت من مبادرة فك كربة التي تنفذها جمعية المحامين العمانية، وتواصل المبادرة نشاطها بتنظيم معرض لجمع التبرعات المالية في ولاية صحار سعيا للإتاحة للجميع للمساهمة في سداد ديون المعسرين. مبادرة فك كربة التي تنفذها جمعية المحامين العمانية تتجدد هذا العام في معرضها الخامس بولاية صحار، وقد استطاعت منذ بدايتها في عام 2012 أن تفك من كرب نحو 1205 حالات كان يطوقها الإعسار. طبعا ما تم الإفراج عنه ما يقارب 1200 حالة خلال الأعوام الماضية، وتأتي النسخة الخامسة بشكل أوسع من خلال المعارض التي تقوم بها بدءا من مسقط، واليوم احنا في صحار، والأسبوع القادم بإذن الله سوف نتواجد في صلالة. منذ سنة 2012 إلى اليوم ونحن نشهد هذه المبادرات الإنسانية منهم، وهذا الدعم المادي والدعم المعنوي والدعم الفكري أيضا للتطوير من هذه المبادرة، والأخذ بيدنا لنجاح هذه المبادرة وبيد جمعية المحامين العمانيين أيضا للأخذ أو لنجاح هذه المبادرة. جمعية المحامين العمانية تسعى من خلال إقامة معرض فك كربة في بعض محافظات السلطنة إلى جمع التبرعات المالية التي تقوم من خلالها الجمعية بالتسديد عن المعسرين المحبوسين أو من المحكوم عليهم بالحبس بما لا يزيد عن 5000 ريال عماني. تستهدف هذه المبادرة بلا شك طبعا المعسرين الذين صدر بحقهم أحكام حبس من المحاكم العمانية بشرط أن لا تزيد المبالغ المحكوم بهم بها عن 5000 ريال عماني. المبادرة تعمل كذلك على توعية أفراد المجتمع بالقانون والأسس التي يقوم عليها في شأن الحقوق والواجبات، وصولا إلى تفادي القضايا وما ينتج عنها من أضرار تصيب الفرد والمجتمع. إذن هكذا تتواصل جمعية المحامين العمانية بالتعاون مع بعض أفراد المجتمع للتعريف بهذه المبادرة الإنسانية. من ولاية صحار في محافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. تقام في عديد من الجوامع بشهر رمضان المبارك مسابقات لتحفيظ القرآن الكريم ودروس تعليمية في تجويد كتاب الله ومعرفة أحكامه. وفي محافظة البريمي تسعى إدارة الأوقاف والشؤون الدينية إلى ملء فراغ الطلاب بما يفيدهم في هذا الشهر الكريم. إنها شمس يوم من رمضان تشرق فتشرق معها نفوس المريدين لأجر الله ورضوانه، إلى أعمالهم يقبلون وبإتقان يؤدون، فالله يحب العامل المتقن ويحب المحسنين. ظهيرة اليوم فيها يهفون إلى بيوت الرحمن منكبين على كتابه يبتغون فضلا من الله ورضوانه، تجدهم جمعا كهؤلاء الطلاب أو فرادا كهذا الرجل يتنقلون بين رياض القرآن متدبرين أحسن الحديث كتابا منزلا. فهذا رمضان شهر القرآن. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وفي إقامة هذه الدروس الجليلة من الحسنات الشيء الكثير، فهنا يقوم النشأ على حفظ كتاب الله وتجويد آياته والتمكن من تلاوته التلاوة السليمة بالطرق النظرية والعملية، فترى الألسنة مسترسلة في تلاوة كتاب الله. إدارة الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة البريمي ومن خلال إقامتها لهذه الدورات القرآنية تسعى لملء فراغ الطلاب بما يثري الأوقات وخير ما ينشغل به الإنسان خصوصا في هذا الشهر تلاوة كتاب الله. وحاولنا استغلال فترة الظهر
لدى الشباب، لأننا نؤمن إيمانا جازما بأن كتاب الله عز وجل هو أفضل منبع لاكتساب الأخلاق والقيم، وأنه هو الموجه الصحيح للفرد ليكون نواة بناء صحيحة في هذا المجتمع. ونحن نؤمن بأن هذه البركة سوف تحل بإذن الله عز وجل في كل ما يتصل بكتاب الله، ولذلك نحن نجتهد مع أنفسنا ومع هؤلاء الطلبة لكي نتحصل على هذه البركة والهداية. وتكون لهذه الدروس القرآنية في نفوس الطلاب آثار تربوية جليلة، فلا أعظم من أن يتحلى الإنسان بخلق القرآن، ولا أجمل من أن يكون رمضان انطلاقة لحياة جديدة نعيشها مع كتاب الله. من محافظة البريمي، عيسى بن خلفان الكعبي. مع انتصاف شهر رمضان المبارك يتم إحياء عادة القرنقشو في معظم محافظات وولايات السلطنة، وهي أحد مفردات الموروث العماني. وبهذه المناسبة نظمت جمعية رعاية الأطفال المعوقين احتفالية تعددت من خلالها الفقرات وتنوعت الهدايا، فلنتابع. هذه الفئة أيضا لها الحق بالاحتفال بالقرنقشو كبقية أقرانها، ومن أجلهم يتم هذا التجهيز والاستعداد سنويا في هذا الشهر الفضيل ليحتفلوا ويأخذوا نصيبهم من الهدايا التي يتم توزيعها بتنظيم من جمعية رعاية الأطفال المعوقين وفندق كمبرسكي الموج. الهدف من هاي الحفلة إن احنا بندمج الأطفال في المجتمع ونريد أن نبين قدراتهم وندمجهم مع الأطفال الأسوياء ويتعلموا من خبرات الاجتماعية، وهي إحياء للمناسبات الدينية والشعبية في سلطنة عمان. أشكر لكل من ساهم لرسم البسمة على وجوه أطفالنا المعوقين. دورنا احنا في المجتمع شيء بسيط عشان نحاول نساعد المجتمع العماني، نبين أن كمبرسكي مش بس فندق، جزء من المجتمع احنا لازم نساهم فيه. فحاولنا نسوي شيء بسيط حق الأطفال المعاقين، نبين لهم أن بالفعل إحنا نهتم بهالفئة خاصة في عمان، فأتمنى الكل ينبسط اليوم ويقضي وقت حلو. تعددت الفقرات وتنوعت الهدايا والتي ساهمت بها جهات مختلفة، كل ذلك من أجل تلك الابتسامة التي ترتسم على محيا هؤلاء الصغار. هذه الفعالية تمثل لنا نحن كأولياء أمور أو كجمعيات أن نشرك الأطفال في هذه المناسبات وندخلهم الجو القرنقاشو. ايش هو جو القرنقاشو؟ على اساس انهم يتعلموا الاطفال يعني ويعرفوا نوع تراثهم وايش هو ويستانسوا. فاطمه مستانسه وشافت الطيور والفعاليات وال شافت الناس والاطفال، والحمد لله فرحت والحمد لله. بس شو ناس عطوني شويه. هذه الطيور والرسومات الجميلة كانت بانتظار الأطفال مع أسرهم، فهي ليلة الأسرة قبل أن تكون خاصة بأحبائنا الصغار، لتظل عادة تراثية عمانية محببة بأزيائها وحلوياتها اللذيذة. جهود مجتمعية تكاتفت لدعم هذه المبادرة والتي أطفت على قلوب الأطفال الفرحة بتنوع الفقرات التي تم تقديمها. خديجة بنت سليمان، الشحية، مسقط. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. غدا بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لدبلوم التعليم العام في السلطنة. القطاع المصرفي في السلطنة يحقق معدلات نمو مرتفعة ويواصل دعمه لمبادرات التنويع الاقتصادية. تواصل جهود إعادة خدمات الكهرباء والمياه وإصلاح الطرق في الولايات المتأثرة بالحالة المدارية في محافظة ظفار. وفي ختام نشرتنا هذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار. إلى اللقاء.